هل يعلم أنه يودع الحياة؟ ساعات الحقيقة بتبقى مؤلمة، لكن الجهل بيها أفظع. كل واحد منهم مكتوب له يموت إمتى وفين. اللي كذبت عليا وفهمتيني إني يتيمة وحيدة. أنا لازم أحمي نفسي من المجهول اللي مستنيني. رائحة الموت في فندق الجنة، ولا فرق بين قريب أو بعيد في دوامة المصير. المجهول، الثلاثاء 11:30 مساء بتوقيت دبي. كان يا مكان في قديم الزمان، لها ليبو حفيدة باشا وحبيبة ابن باشا، تعمل بالسرك. يرغب بالزواج بها رجل مستغل، محاطة بأصدقائها الأوفياء. رجل أو امرأة؟ نعيم عاكف، سليمان نجيب بك، وشكر سرحان. وعودة لسينما العصر الذهبي، لها ليبو السبت 12:30 بعد منتصف الليل، 11:30 بتوقيت السعودية. القرن 20 كان قرن الاستعمار الغربي. السلاح والقوة شجعا الأطماع الاستعمارية. عام 1911 كان الإنزال الإيطالي في طرابلس ليبيا. عام 1922 الدكتاتور موسوليني وبداية عهد الفاشية. الإيطاليون يخرقون بوحشية معاهدة جنيف. المواجهة والتضحيات على الأرض الليبية وولادة بطل. أسطورة اسمها عمر المختار بمواجهة الاستعمار الإيطالي. أنتوني كوين في عمر المختار، الثلاثاء 11:30 مساء بتوقيت دبي. بيلي is not nitty. Shampoo is better. I go on first and clean your hair. Well, I'm not saying you're an idiot. I just think you might not be mature enough to run a Fortune 500 company. Conditioner is better. I leave the hair silky and بيلي ماديسون فتى ثري مهمل مطالب بالعودة إلى المدرسة، وإلا وإلا فقد إدارة ثروة أبيه. بيلي ماديسون الأربعاء 10:30 مساء بتوقيت دبي. لعبة الموت المتقنة تنفذ بأيدي الناعمة. دليل قلب الأم قد يخطئ أحيانا. المجهول غدا 11:30 مساء بتوقيت دبي. تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، وندمنا، وندمنا على ما فعلنا، على ما وعزمنا. محمود الجندي يطلب التوبة في المرشد غدا 11:30 مساء بتوقيت دبي. الإهمال والاستهتار بحقوق المواطن قد يحول المواطن العادي إلى إرهابي. عادل إمام، يسرى، كمال الشناوي، الإرهاب والكباب، غدا 12:30 بعد منتصف الليل بتوقيت دبي. رشح لثمان جوائز أوسكار. كوميديا. دراما. رومانسية. جريمة. بريتزيس هانا الأربعاء 10:30 مساء بتوقيت دبي. ابتداء من 19 أغسطس. أنا سلمتكم إدارة الولاية وهذه أمانة برقابكم. عبد الحسين عبد الرضا. ماني عارف شلون أتخلص من هذا الولد اللي يسمع بدران. غانم الصالح. إيش تبيني أسوي؟ ما تقولي إيش تبيني أسوي؟ لا تستهبل، إيش تبيني أسوي؟ سعاد العبد الله. بدران لازم نتخلص منه، وأنا بروح فيها كلها. الناس تبي الإصلاح، والإصلاح زينة الحكم. زمان الإسكافي ابتداء من 19 أغسطس على سمة بي.
الجمعة 29 أبريل 2005. ترقبوا نجم الخليج على شاشة تلفزيون دبي. أب لا حدود لعاطفته، مستعد للتخلي عن كل شيء. فلذة كبده أقعده مرض عضال، وهو مصر على البقاء إلى جانبه حتى النهاية. أحلام غدا 10:30 مساء بتوقيت دبي. The Amazing Race، سباق عبر العالم يقرب المسافة إلى $1,000,000. Blow Out، زحمة تحضير صالون التجميل لدخول منطقة اشتعال المنافسة. Extreme Makeover، للمغامرين بأخذ خطوات جذرية لتغيير مظهرهم. Survivor، بين $1,000,000 مسافة للموت أو الحياة. Faking It، وقت قليل لتتبنى شخصية جديدة. تلفزيون الواقع على One TV. يقولون إن أقصر المسافات المستقيم بين نقطتين، وإن أوضح المعالم ما يقع بين حدين، وإن أفضل الآراء ما بين رأيين. بين رأيين، الأحد 8:00 مساء على سمة بي. وليد دكتور بيمارس مهنته بانتظام، هو شاطر متخصص وكمان معروف، وحياته شبه ثابتة، بمعنى انه من العيادة للبيت ومن البيت للعيادة. انا مريم وهقدم لكم برنامج يوم في حياتي، برنامج هيعكس كل المفاهيم، وهنشوف مع بعض ازاي كل حياته هتتقلب. هدف البرنامج يستاهل ان انت تتابعه وتشوفه معانا، وخصوصا المرحلة اللي بيتم فيها التغيير وكل حياته بتتغير. يوم في حياتي، الثلاثاء 10:30 مساء بتوقيت دبي. كذلك الحد الليلة 10:30 مساء بتوقيت دبي. دبي. شو غدا 1:30 بعد منتصف الليل بتوقيت دبي. انت مرتبطة؟ شكلك مرتبطة بس مش عايزة تقولي. في حاجة كده في السكة؟ بجد؟ مفيش. وتعرفتوا على بعض ازاي؟ حب من اول نظرة؟ عجبتيه وانتي قاعدة جنبه في الطيارة وانتي نايمة؟ معقول اعجب بايه؟ بالجمال النائم؟ امال انا كل ما اركب طيارة واقعد محدش بيعجب بيا ليه؟ نايم صاحي مفيش. معتز الدمرداش اخوك الصغير. حبيبي يا كل المعاني والكل خلاص.
ورشة الأعمال الفنية عبر أبيض أسود وملون الثلاثاء 1:30 بعد منتصف الليل بتوقيت دبي. الليل بأجوائه ودروبه، الليل بكل ما يحمل من دعوات لعالم السهر. سرى الليل حيث ينام البعض على موعد مع الفجر، ويسهر غيرهم على نبض حديث النجوم والقمر. سرى الليل الأحد 1:00 بتوقيت دبي. اللي انتوا هتشوفوه معانا دلوقتي هو اللي بيأكد انه ادي العيش لخبازه ده مثل فعلا حقيقي. بتشوفوني كل يوم ثلاث من خلال برنامج يوم في حياتي كمريم المذيعة، لكن النهاردة انا حبيت ان انا اكون زي ضيوف البرنامج وانا كمان اعيش حياة حد تاني مختلفة عني تماما. يمكن يكون يوم ممتع وناجح، ويمكن كمان يكون متعب ومرهق. بالنهاية هو اختبار عملي انا شخصيا حبيت ان انا اعمله، لانه بشكل كبير جدا بيعكس قد ايه الانسان ممكن يتحدى نفسه ويستحق. لكن طبعا في النهاية بفضل ان انا اكون موجودة في المكان ده معاكم من خلال برنامج يوم في حياتي مريم المذيعة. يوم في حياتي الثلاثاء 10:30 مساء بتوقيت دبي. أنا لينا صوان، أدعوكم إلى الانضمام إلينا في حوارات حية وصريحة على هذه الشاشة. حدث ولا حرج، الاثنين 11:30 مساء بتوقيت دبي.